يونيت او باور يونيت او انرجي يونيت. الدياجرام ده ابن عمر هو اللي عامله في السيمبليفايد. طبعا هو على طول مايند بالجيمز، ودلوقتي اصبح جيم بروجرامر يعني بروفيشنال جيم بروجرامر. لو جيمز على الانترنت موجوده على مواقع بتتباع وبتحط عليها اعلانات مش عارف. فقلت له يعني في الوقت الفاضي اعمل الكونسبت، يعني بحب احول الكونسبت الى انفورميشن قد تكون فيري سيمبل، لكن انا عايز اوصل لها. How much effort you need to pay when you study. يلاحظ الآتي، إن في بعض الطلبة يعملوا كده. Too little. في بعض الطلبة بيعملوا كده. Too much. Like what you need is something in between. Too much does not mean إن ده هو البيست. بقول لكم في طلاب بيجوا على اثناء الامتحان نايم، او يحكي اصل انا مطبق بقى لي يومين بس ما نمتش طول الليل. This is too much. وفي النهايه البرودكتيفيتي بتاعته قليل. What you need exactly is ان انت الطالب ده المفروض ان هو يعيش حياته، يتفسح، يروح النادي، يلعب رياضه، يبقى سوشيال كويس، ويجيب امتياز ويطلع الاول. مش لازم الاول ده يكون قاتل نفسه ودقنه طويله ومش عارف ايه وما يعني he's a normal person بيدي normal activity و high achiever في نفس الوقت. ليس ابدا في رايي الناس اللي بيقطعوا نفسهم بيموتوا نفسهم هم احسن ناس او best achievers. I don't need ان انت you do. طبعا too little ده مفهوم، لكن too much برضه مرفوض. How long per session ده معنى how much effort. لاحظ ان لو سيشن طويله زي دي الريكول بيبقى احسن في اولها واخرها، وفي النص بيديكلاين ريماركابلي. فلو انت قسمت السيشنز الى شورت سيشنز والشورت بريكس، يعني كل سيشن 45 دقيقه وبريك 5 دقائق 10 دقائق، افضل من اخد طص ايه 3 4 ساعات 4 3 4 ساعات 4 اولهم واخرهم كويس، لكن في النص في سيريس دروب اوف انفورميشن. فخليه 45 دقيقه ماكسيموم ساعه، 10 دقايق ريست، اطلع غلس على ابوك اللي بره، اعمل مشاكسه مع الجيران مش عارف ايه، تستريح نفسيا وايه بس ترجع. فده ال how much per session. ف let's summarize what are the golden rules اللي انا بعتبرها لل study examination here. Using mind maps it's very important, very essential. Flow charts مهمة، لازم يعني أشجع الطالب. أنا يعني بيني وبينكم ناوي إن أنا أنزل مذكرة على الحاجات دي، مايند مابس، فلوت شارتس، ونيمونكس إن سيرجري كويس. وأهم من كده إن أنا أشجع الطالب إن هم يعملوها بنفسهم. ريفيوينج إز فيري إمبورتنت، إن أنا أراجع المعلومة بعديها بساعة، بعديها بيوم، بعديها بشهر. أكتف ليسننج، لازم تشجع الناس إنهم يكونوا أكتف ليسنرز مش بس قاعدين كده. We're not taking a snack, and then you can achieve a very high records. Thank you very much.